يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نفحات الذي يطل عليكم يوميا في شهر رمضان المبارك مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد كبير المفتين ومدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، حيث سيجيب فضيلته على أسئلتكم واستفساراتكم التي ستردنا عبر أرقام التواصل وهي من داخل دولة الإمارات 600-551413 ومن خارج دولة الإمارات 00971-600-551413. فلا تترددوا في الاتصال أو إرسال أسئلتكم عبر وسائل التواصل الموضحة أسفل الشاشة، فتابعونا لتستمتعوا بحوار ثري ومفيد. فضيلة الشيخ، عنوان حلقتنا اليوم لعلكم تتقون، نريد أن نتحدث عن معنى التقوى وكيف تكون التقوى وما حكمها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد أبو القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ما بعد، هذا الشهر يسمى شهر التقوى. ما جعل الله عز وجل هذا الشهر إلا ليكسب عباده الصائمين التقوى، فجعل غاية الصيام أن يكتسبوا التقوى، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ العلة، الغاية والحكمة، لعلكم تتقون، يعني ليحصل لكم بهذا الصيام التقوى. نعم. فلعل من الله عز وجل ليست على أصل وضعها في اللغة، لعل وعسى في وضع في النحو تفيد الترجي والتوقع. نعم. تقول إن زرتني عساني أكرمك، لعلي أكرمك، لعلي أكرمك، يعني نعم. هذا يمكن ترجي، يمكن ويمكن، لا ليس في قبل. لكن في مقام الله عز وجل لا تفيد الترجي، تفيد التحقق، تفيد التحقق والوقوع. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، حقا سيكون. عسى ربكم إن إلى كل ما في الآيات، ما في عسى أو لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، حقا. وهكذا، فلعل في مقام ربنا سبحانه وتعالى إذا تحدث بها عن عباده فيما يعطيه لهم أفاد أنه سيعطيهم إياه، ولا بد بشرط أن يصوموا. إذا صاموا الصوم الحقيقي الذي شرعه لكم، صوما عن الجوارح، صوما عن الشهوات والجوارح، وصوما عن اللذات والملهيات، وصوما عن الطعام والشراب، كل ذلك سيحقق لكم التقوى. ما هي التقوى؟ هذا الذي جعل الله عز وجل هذه العبادة التي هي أحب العبادات إليه محققة للتقوى. ما هي هذه التقوى؟ لماذا؟ لأن التقوى هي غاية المراقبة لله عز وجل. يكون الإنسان عبدا حقيقيا لمولاه، فهي كما قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل. نعم. انظر إلى هذه الكلمات الجامعة: خوفك من الله عز وجل، يعني تراقبه، فلا تقع في محظور، ولا تترك واجب. نعم. والعمل بالتنزيل بالقرآن، بالأوامر والنواهي،
فيما أمرك الله عز وجل تؤديه وما نهاك عنه تكف عنه. نعم. في نفس الوقت تعلم أنك إيش منتقل إلى ربك. فهذا هذا الانتقال يحتم لك علمك بهذا الانتقال يحتم عليك أن تستعد له. نعم. أن تقول بأنني سأرتحل من هذه الدنيا ولا بد أن يكون لي زاد في الآخرة للقاء ربي. بماذا أتزود؟ بالتقوى. نعم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. التقوى هذا هو. وكما قال بعضهم في تعريف التقوى: ألا يجدك ربك حيث نهاك. نعم. ولا يفقدك حيث أمرك. أن تكون مع ربك سبحانه وتعالى في كامل العبودية لله عز وجل. هذه هي حقيقة التقوى. ولذلك يعني سألت ما حكمها. نعم. التقوى واجبة. التقوى واجبة على كل مؤمن ومؤمنة، بل كل إنسان. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. أيها الناس عموما. نعم. واجبة على كل إنسان. ولذلك يعني الله عز وجل لم يكتفي بأمر واحد في أمر التقوى، لشدة خطرها وشدة لزومها وشدة مطالبة ربنا سبحانه وتعالى عشرات الآيات تأمر بالتقوى. بالتقوى. نعم. تأمر الناس أجمعين بالتقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الناس اتقوا ربكم واتقوني لعلكم تفلحون لعلكم إلى آخر الآيات. آيات تترى. نعم. تأمر بلزوم التقوى حتى يكون العبد متقيا ربه. نعم. لماذا هذه الأوامر كلها؟ حتى تخلص لعبوديتك لله عز وجل. طيب يا ربنا أنا ضعيف، ماذا أفعل؟ أعني على التقوى. نعم. أنا عبدك الضعيف الذي لا أستطيع، لا حول لي ولا قوة إلا أن تعينني على ذلك. أعاننا الله عز وجل بالتقوى للحصول على التقوى بأمور كثيرة، أهمها الصيام. نعم. هذا الصيام الذي فرضه الله شهرا كاملا يجعل المرأة الصائمة صوما حقيقيا في مرتبة المتقين، في منازل المتقين. أمر. نعم. الله عز وجل أمرنا به وأعاننا على ذلك. بماذا؟ بهذا الصيام. وأعاننا على ذلك بكل الفرائض، يعني تعين المرأة على الصيام. نعم. على التقوى. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا الفحشاء من أفسق الفسوق وأفجر الفجور. نعم. إذا تجنبها الإنسان كان متقيا. الزكاة تطهر النفس من الشح والبخل. الحج لا رفث فيه ولا فسوق. كل هذه العبادات تعينك على التقوى إعانة يعني من يعني مساندة. نعم. أما التقوى، أما الصيام فإنه يحقق التقوى ولا بد. نعم. إذن نعود إلى الموضوع، ولكن بعد أن نستقبل مكالمة الأخت عذرة من العراق. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أختي. مبارك عليكم الشهر. علينا وعليك. ممكن سؤال الشيخ؟ تفضلي. يا شيخ أنا عندي بيت، والبيت شاركت فيه أنا وزوجي، يعني أنا عندي من أنا خياطة جمعت مبلغ من البال. وبنيت البيت أنا وزوجي. أوكي. وعندنا قطعة، زوجي ما يقبل يبقى بهذا البيت، يريد يبني القطعة ويسكن بيها. نعم. السؤال؟ ما هو السؤال؟ أخت عذرة؟ انقطع الاتصال. إذن فضيلة الشيخ، لدينا سؤال أيضا في الأمس من الأخ أبو أحمد من العين. السؤال الثاني قال أنه حج وعليه دين، هل يقبل حجه؟ إن سمحت لنا نكمل الحديث عن التقوى حتى. نعم. ثم نعود. ثم نعود للأسئلة. نعم. يعني قلنا أن أوامر الله عز وجل تترى. نعم. لعباده المؤمنين بالتقوى حتى يعني يقبلوا على ربهم سبحانه وتعالى فينزلهم منازل المتقين. نعم. هذه رحمة من ربنا سبحانه وتعالى. سبحانه. الله عز وجل يعني من رحمته بنا أمرنا ورغبنا بما نناله من يعني من الخير الوفير إن نحن اتقيناه. نعم. ما هي المنازل؟ منازل عظيمة.
إن للمتقين مفازة، إن المتقين في مقام أمين، إن المتقين في جنات وعيون إلى غير. يقولنا ربنا سبحانه وتعالى: أنتم من اتقيتهم هذه منازلكم، سبحان الله، هذه منازلكم، تعالوا اسعوا إليها، حصلوا هذه التقوى في دنياكم في دار العمل، حتى إذا أتيتم دار الجزاء والوفاء ستجدون تلك المنازل. ومن عظمة التقوى أنه لم يخل أحدا من عباده عن الأمر بها، حتى نبيه ومصطفاه وخليله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تجد ربنا سبحانه يقول: يا أيها النبي اتق الله. الله أكبر. النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتقين، كما كان يقول عن نفسه: إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ليس هناك أحد أشد خشية ولا أكثر تقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك تجد ربه سبحانه وتعالى يقول: يا النبي اتق الله. الله أكبر. لماذا؟ لشدة خطر التقوى وعظيم أهميتها، حتى يكون أسوة لأمته، أسوة للعالمين. فلذلك نحن في هذا الشهر الكريم نتزود بالتقوى بهذه الأعمال الصالحة حتى ننال المراتب الحسنى العظام. وليس هناك عمل يجده الإنسان في ميزان حسناته أكثر من تقوى الله وحسن الخلق، كما سئل النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر ما يدخل الناس الجنة ما هو؟ يعني السائل الأعرابي يسأله: ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق، هاتان الخصلتان هما أكثر أسباب لدخول الجنة التي أعدها الله للمتقين، تقوى الله وحسن الخلق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث أصحابه عليها في جميع أحوالهم وفي جميع أزمنتهم، حتى أولئك الذين يسافرون يأتون يودعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله زودني، يعني أوصني، يقول: زودك الله التقوى، يأمر يجعل له زاد وهو التقوى، زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيث كنت، حتى تكون هذه التقوى يعني دائما في بال المرء المسلم حتى يصل إلى مولاه سبحانه وتعالى وهو راض عنه. ولذلك يقول ابن الوردي: واتقوا الله، اتقوا الله، فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل مبتغاه، إلا وصل لمبتغاه من رضوان الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. إذا نعود أيضا الشيخ لسؤال أبو أحمد من العين: حج وعليه دين، هل يقبل حجه؟ وما المعنى؟ حجك مقبول إن شاء الله ومسقط للفريضة إن شاء الله. الدين هذا كان مانعا لك من أن تحج، يعني كان يقول لك ربك سبحانه وتعالى: يا عبدي إذا كنت مدينا غير قادر على سداد الدين إلا بهذه النفقة التي ستنفقها بالحج، قال: قدم حق عبدي. قدم حق عبدي بإعطائه دينه وحقي على التراخي. فلا يجب على المدينة الذي ليس عنده سداد لدينه، لا يجب عليه الحج، لأن الحج فرضه الله على المستطيع، فقال لك: أنت مستطيع، أنت لست مستطيع، لكن إذا تقشمت وتكلفت حجك صحيح ويبقى الدين في ذمتك. ولكن ينبغي للإنسان في هذه الحالة أن يعني يستسمح من الدائن. يقول له: تعال يا أخي، هذه فرصة أتيحت لي لم تتح لي من قبل ولعلها لا تتح لي من بعد، فأستأذنك أذهب للحج وأرجع وأسد دينك. هذا إذا كان ليس عنده سداد لدينه. أما إذا كان عنده من الممتلكات والحقوق ما تسد دينه، يوفي دينه ويوفي صحب، يبادر بسداد الدين ثم يعني يذهب إلى الحج. إذن مشاهدينا مستمرين مع أسئلتكم، ولكن بعد هذا الفاصل.
إذن مشاهدينا الأعزاء، عدنا إليكم من جديد وإلى ضيفنا العزيز في الاستديو فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد، حياك الله من جديد دكتور. حياكم الله وياك. إذن نذهب إلى أسئلة البريد الإلكتروني. تسأل الأخت هنا تقول: أنا أتعالج علاج نفسي منذ فترة والدكتور أخبرني أن لا أصوم لأن حالتي صعبة، فهل أكمل صيامي أم أسمع كلام الدكتور والدكتور مسلم؟ والله أنت أدرى بنفسك وبحالك، إذا كان الصوم يؤثر على حالتك النفسية فلك أن تفطري وتقضين إذا من الله عليك بالشفاء، إذا كان هذا المرض قابلا للشفاء، أما إذا كان مزمنا فعليك فدية طعام مسكين. وكلام الدكتور المسلم معتبر، فأنت أيضا وازني بين كلام الدكتور الطبيب وبين حالتك النفسية. نعم. قد الطبيب يتخيل أشياء واقع الإنسان قد تكون خلافه، أو قد يكون مثلا يعني يرى الطبيب أن يعني هذا قد يعني مؤثر تأثيرا بسيطا فيهول الأمر على المسلم حتى لا يصوم. فالإنسان يوازن بين وضعه ومعرفته بنفسه. الإنسان طبيب نفسه، يقول المثل، يقول المرء طبيب نفسه وأدرى بنفسه، ويعني صاحب البيت أدرى بالذي فيه. ومع ذلك يستأنس بقول الطبيب، لا سيما إذا تعدد قول الأطباء. إذا تعدد قول الأطباء الثقات المسلمين الذين يعرفون معنى الصيام، يعرفون أنك يعني بهذا تكون أديت الواجب أو اقترفت الحرام. المسلم الطبيب المسلم لا يدلك في الغالب على ما في حرمة عليك، لأنه يتحمل الإثم، يتحمل الوزن. غالب الأطباء بارك الله فيهم ينصحون بصدق وإخلاص ويخافون الله عز وجل فلا يشيرون إلا بحق. فالإنسان يوازن مع ذلك. نعم. أيضا هنا الأخ أبو شيخة يقول: هل يجوز للمدخن أن يكسر صومه ويبدأ فطره بالتدخين؟ الله المستعان. لا إله إلا الله. يا أخي الله عز وجل أعانك بهذا الصيام لتترك هذه العادة السيئة. العادة المقيتة التي يبقتها الناس كلهم والمضرة بصحتك ومآلك يعني صحية الصحي متداور. فتبدأ يعني فطرك الذي هو الفطر، هذا طاعة. الفطر طاعة. تبدأ بمعصية. تبدأ بمعصية. القول بأنها معصية. يعني من أجل الطاعات المبادرة بالفطر. النبي عليه الصلاة والسلام ندبنا إلى تعجيل الفطر، ما تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. هذا الفطر هو امتثال لأمر الله. أنت أمرك الله عز وجل بالصوم فصمت. وأمرك بالفطر فأفطرت. ولذلك المواصلة في الصوم يعني حرام، الشارع نهى عن ذلك. فينبغي لك أن تبدأ بالسنة، أن تفطر بتمر على تمرة، إن لم تجد فماء، إن لم تجد فشيئا حلوا، والحمد لله الخير كثير. تناول التمر السنة، فطور التمر سنة. رسول الله سنة ينال المرء أجرا يقوي منه سنة، أو كما قال الشاعر. فلا ينبغي لك يا ابني، أخلص بشوية كما صبرت 12 ساعة و 14 ساعة، فاصبر قليلا. ولعل الله أن يتوب عليك إن شاء الله. أيضا سؤال آخر من الأخ يقول: كيف أتخلص من الأوراق التي تحتوي آيات قرآنية، هل بالحرق أم التقطيع؟ لا، التقطيع ستبقي الكلمات. التقطيع ولو حتى بالفرامة، الفرامة هذه قد تبقي الكلمات الحروف. فالأولى الإنسان أن يدفنها في تراب طاهر، أن يدفنها في تراب طاهر بحيث لا تنبش يعني، هذا لا بأس بذلك. أو أن يحرقها ويضع رمادها في مكان طاهر. أما هذا التدوير أو التقطيع هذا لا ينبغي، لأن الكلمات هذه مع ذلك بعد ذلك ستؤخذ هذه كنفايات. وفيها آيات الذكر الحكيم، وفيها اسم الله عز وجل، فلا ينبغي هذا. يعني ينبغي أن يكون بما هو منص عليه الفقهاء من الحرق ووضع التراب ووضع الرماد في تراب طاهر، أو دفنها، أو لا دفنها تحت التراب ولا حرج في ذلك، والتراب سيتآكل بعد ذلك مع التراب ويذوب مع التراب. نعم. هنا يريد نصيحة للشخص الذي يضحك كثيرا في أوقات غير ملائمة.
يعني الشارع الحكيم حثنا على عدم كثرة الضحك، فكثرة الضحك تميت القلب، الضحك الكثير هذا يميت القلب كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان يضحك لا حرج، ولكن يكون ضحكه يعني تبسما كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، كان ضحكه تبسم ويضحك عند مقتضى للضحك. أما هكذا ضحك عجب، يقولون كما المثل يقول ضحك عجب قلة أدب، يعني من غير ما سبب، الله يعني من غير سبب قلة أدب لا ينبغي. فإنسان أيضا يحترم المجالس، لأن المجالس أيضا لها حرمتها. قد يكون الإنسان في مجلس مع الناس وهو يقهقه وهكذا، وليس مقام، والناس يكرهون مثل ذلك. فأدب المجالس له وقار له حشمة، والإنسان يتعلم من هذه المجالس الآداب. ومن جانب الآداب يعرف كيف يخاطب الناس، ومتى يضحك ومتى يشعر بعدم الضحك على الإنسان. مجلس قد يكون المجالس مجلس حزن وأنت تضحك، لا ينبغي هذا. أيضا الأخ أبو مروان من دبي يسأل: يرجى توضيح حكم المسح على الجوارب أثناء الوضوء عند الضرورة، حيث أننا نضطر إلى ذلك أثناء أوقات الدوام ويواجه صعوبة في هذا الشيء. ولدي العزيز، الجورب هذا إذا كان صفيقا يمكن تتابع المشي عليه فيجوز المسح عليه عند السادة الحنابلة دون غيرهم. الجمهور من السادة الحنفية والمالكية والشافعية لا يجوز المسح على الجورب إلا أن يكون منعلا، يعني تحته نعل، يكون كالخف. ولكن بوسعك أنت أن تلبس حذاء طويلا، يعني هذا اللي يسمى البوت، يسمى البوت يسموه الطويل هذا، القزمة الطويلة زي قزمة الشرطة، هذه تمسح عليها لو كان عندك، تمسح عليه ولا تحتاج إلى، لأن خف تلبسها على كمال الطهارة وتتوضا ثم تمسح عليه كما تلبسه. الخف جائز لبسه في لعذر ولغير عذر، لمرض او لبرد او لغير ذلك، لانه رخصه من الله عز وجل. اما الجورب هذا فاذا كنت حريصا عليه فابحث عن الجورب الصفيق بهذه الصفه. الصفاقه تعني الثخان، الثخين، يمكن ان تمشي عليه خطوات تتردد عليه، لا يتخرق بالحصى وغير ذلك كما العان يكون. هذا الذي يمسح عليه. أما مع ذلك هذا الدلاغ هذا لا يصح المسح عليه. فلا تبقى بغير صلاة يا ابني، حتى لا تكون صلاتك باطلة لعدم وضوئك. فغسل الرجلين إلى القدمين فرض من فرائض الوضوء، والنبي عليه الصلاة والسلام رأى على رجل توضأ فبقيت رمعة في قدمه لم يصبها الماء، قال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب، لأنه أوهمه أنه توضأ وأنه صلى، والفعل والواقع أنه لم يفعل ذا ولا ذاك. فالإنسان يكون حريص على ذلك، فإن استطاع أن ينزع يعني هذا الدلاغ عند الوضوء هذا هو المتعين، وإلا يبحث عن جورب صفيق تقليدا للسادة الحنابلة إن لم يكن حنبليا، أو كان حنبليا فذاك بشرطه عندهم. إذن سؤال أيضا من الأخ محمد من الشارقة يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل هناك ما يسمى التنكيس في الصلاة؟ ما حكم الصلاة في هذه الحالة؟ التنكيس في القراءة يعني، التنكيس يعني في القراءة، أن يقرأ السورة الدنيا ثم يقرأ سورة العليا، أو يقرأ الآيات الدنيا ثم يقرأ الآيات العليا في ركعة واحدة. وهذا مكروه عند الجمهور، مكروه، لا تقتل الصلاة بذلك، لكنه مكروه. وعند السادة الحنفية مكروه كراهة التحريم. يعني كان يقرأ سورة الناس في الركعة الأولى ثم يقرأ في الركعة الأولى سورة الإخلاص مثلا، الثانية في الركعة الثانية يقرأ سورة الإخلاص. هذا هو التنكيس، فهذا لا ينبغي للإنسان. لكن لو فعل الصلاة صحيحة، إلا أنه ارتكب مكروها، والصلاة صحيحة لا تبطل. لأنه قد ورد عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم فعلوا ذلك. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يعني قام الليل قرأ وطول القراءة، وكان وراءه ابن مسعود، قرأ الفاتحة والبقرة ولا عمران ثم المائدة ثم النساء، فقدم المائدة على النساء مع الترتيب.
النساء ثم المائدة. أيضا يقول في الآية الكريمة من سورة الأعراف: ونادى أصحاب الأعراف. من هم أصحاب الأعراف؟ أصحاب الأعراف هم الذين بين الجنة والنار. نعم. ليس عندهم من الأعمال الصالحة التي تؤهلهم وتمكنهم من دخول الجنة، نعم، وليس عندهم من الأعمال السيئة التي تدخلهم النار. نعم. فهم بين في جبل، يقول أهل العلم والتفسير، بين الجنة والنار. الجنة الإنسان يدخلها بعمل الصالح، وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فهو ليس عندهم من العمل ما يرقيه إلى المرتبة مراتب أهل الجنة. تقاعست أعماله، تقاعست أعماله، لم يعمل من الصالحات ما تؤهله لدخول الجنة. وفي نفس الوقت ليس عنده من الأعمال السيئة التي تغمسه في النار. فهو بين، كما يقول في منزلة بين المنزلتين. لكن هؤلاء أصحاب الأعراف بعد ذلك يتوب الله تعالى عليه، لأنه لا يبقى في النار من كان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان. سبحان الله. يخرجهم الله عز وجل. وأولئك يعني كما قال كثير من أهل العلم أن هذه مرحلة من مراحل الآخرة، ثم يتطول الله عز وجل عليهم ويلحقهم بالجنة إن كان لهم أعمال يعني ترشحهم لذلك، ولكن فضل الله يكون واسعا لهم، وقد يعني تقذفهم إلى النار عياذا بالله من ذلك. نعم. سؤال من الأخت عائشة من دبي تقول: ما هي حقوق الزوج؟ حقوق الزوج كثيرة. كثيرة نعم. حقوق الزوج كثيرة، عليك أن تعرفي هذه الحقوق. على كل امرأة مسلمة أن تتقي الله عز وجل، ونحن نتحدث عن التقوى. نعم. وتعرف حقوق زوجها، فحقوق زوجها كحقوق ربها سبحانه وتعالى. طاعة الزوج من طاعة الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. نعم. الزوج. نعم. وفي الحديث يعني يقول عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم ما له عليها من الحق. نعم. هذا زوج يعني جلبك لتكوني أنسه وسعادته وصفاء حياته، أن تكوني عونا له في هذه الحياة. نعم. وهو كذلك عون لك، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لكن حق الزوجة، لأن كثيرا من النساء يتجاهلن هذه الحقوق. نعم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: لما؟ قال: تكفرن اللعنة وتكفرن العشيرة. حقوق الزوج. نعم. نسأل الله. هذا موضوع كبير لعلنا نفرده. نعم. إذن اتصال من الأخت محمد من دبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ خير الحمد لله، تفضلي. يعطيك العافية يا شيخ. بغيت أسأل بالنسبة لفلوس الزكاة. نعم. إذا أنا كافلة يتيم. نعم. زين وعندي مال الزكاة. نعم. أقدر إني أدفع لليتيم؟ نعم. نعم. سؤال آخر. شكرا أخي، جزاك الله. إذا نجيب على هذا السؤال دكتور، ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدين الأعزاء، نعود أيضا لأسئلتكم واستفساراتكم. طبعا قبل الفاصل تلقينا اتصال من الأخت أم محمد شيخ تسأل عن زكاة المال إذا أعطتها لليتيم الذي تكفله هي. اليتيم هذا، نعم، إذا كان فقيرا، نعم، صح أن يعطى من الزكاة. اليتيم قد يكون فقيرا وقد يكون غنيا، لكن طالما هي تكفله فهو فقير. نعم. فإذا أرادت أن تكرمه زيادة
عن كفالتها له فلا ذا خير وخير وبركة. نعم. فكفالتها الشهرية أو السنوية هذا شيء. نعم. ثم تعطيه زكاة، لا تجعل الزكاة كفالة، الكفالة سنة. نعم. من أعظم القرب ومن أعظم الطاعات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول، عليه الصلاة والسلام يقول أنا وكافل التي في جنتك هاتين، مرتبة عظيمة. نعم. ما هذه المرتبة العظيمة؟ تكون بالصدقة، يعني بالإحسان إلى ذلك اليتيم. أما الزكاة فهي فريضة. نعم. الزكاة ركن من أركان الإسلام، فإذا أراد الإنسان أن يخرج زكاته لذلك اليتيم أو لأولئك اليتامى فليفعل. لكن اليتيم هذا من هو؟ هو الصغير الذي لم يبلغ الحلم. نعم. والصغير هذا لا يصح أن يعطى زكاة. نعم. لأنه يعني يبدد المال. نعم. ويسرف فيه ويبذره، لا يحسن التصرف فيه. فإذا أردت أن تعطيه فأعطيه لوكيله، لوصيه. نعم. لمن يقوم بشؤونه، يقول هذه زكاة لهذا اليتيم، يعني احفظها له، معناه احفظها له. نعم. عند كبره، فإذا كبر وجد عنده شيئا من المال يعني يعينه على هذه الحياة. نعم. هذا لا حرج فيه، ولكن لا يعطى اليتيم لأنه ما زال صغيرا، إذ لا يكون يتيما إلا إذا كان صغير، فإن بلغ الحلم لم يعد يتيما، أصبح بالغا. نعم. وبلغ الحلم ب15 سنة أو بالاحتلام. نعم. لدينا مكالمة من الأخ ياسر من سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخوي ياسر. أقول لك طال عمرك الحين حنان داوم في المدرسة. تعيد السؤال. إيه؟ أخ ياسر. نداوم في المدرسة. نعم. زين، يقبل علينا الصوم ولا لا؟ تداومون في المدرسة؟ أيوة. بعدين؟ زين، نروح المدرسة من الصبح نرد الظهر. نعم. يقبل علينا الصوم ولا لا؟ يعني هل يعني يقبل صومك ولا لا؟ أيوة. كم عادي عمرك؟ يعني إذا فطرت، قصدي عادي إذا فطرت. عادي. كم عمرك؟ مريال 18. والمدرسة بعيدة يعني؟ مسافة سفر ولا؟ لا ما مسافة بعيدة، قريبة. خلاص، علم أخي ياسر. نعم. إذا شيخ نجيب على سؤال الأخ ياسر. أنت طالب ما شاء الله عليك يا ولدي، في المدرسة يعني تتعلم العلم الشرعي والعلم الدنيوي وتتربى على الفضائل، فكيف تفطر؟ إذا كنت صغيرا أنت ما أنت مكلف، لكن إذا كنت كبير مربي أو مدير أو موظف فكيف تفطر أمام طلابك؟ فأنت تعلمهم بذلك الإساءة، وأنت بذلك تكون مرتكبا حراما كبيرة من كبائر الذنوب. الفطر من غير مرض ولا سفر يكون كبيرة من كبائر الذنوب، لا يجوز لك أن تفطر. تؤدي وظيفتك؟ نعم، أدي وظيفتك. هو طالب عمره 18 سنة. 18 سنة كما نعم. قلنا في البداية. نعم. طالب يعني 18 بالغ. 18. نعم. بالغ. فاستعن بالله عز وجل وصوم وتربى على هذه الفضيلة، فضيلة الصيام. ويعني إذا أصابك مرض أو لحقك عطش شديد أو جوع شديد لم تستطع مواصلة الصوم فهذا عذر، هذا عذر وعليك القضاء. نعم. أما هكذا تفطر اختيارا لا، لا يصح يا بلدي. أبناؤنا وبناتنا في المدارس عليهم أن يتربوا على الصيام، يعني آباؤنا وأمهاتنا عودونا الصيام ونحن أطفال. نعم. حتى ننشأ على ذلك، فما بالك الطالب في الثانوية. نعم. مثلا أو في الجامعة، هذا لا، ليس له أن يفطر إلا لشدة حاجة من مرض أو شدة جوع أو عطش. نعم. نعم. شيخ، سؤال من الأخت فاطمة، ما هو الأفضل للمرأة في صلاة التراويح، الصلاة في المسجد أم في البيت؟ في البيت، في البيت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول وبيوتهن خير لهن، قال لا تمنعوا إماء نساءكم، لا تمنعوا إماء الله بيوت الله، وبيوتهن خير لهن. نعم. لكن إذا أرادت أن تذهب لا ينبغي للزوج أو الأب أو الأخ أن يمنعها، ولا سيما مساجدنا الحمد لله فيها مفصولات. نعم. ليست يعني ما هناك اختلاط، ما هناك، فمن حيث الجواز يجوز، ولها أجر الجماعة. نعم. ولها أجر القيام، ولها أجر التراويح إن صلت،
لكن تسأل عن المفاضلة. نعم. المفاضلة البيت أفضل بنص قوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. خير لهن. نعم. نعم. أم يعني المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وتسأل عن ذلك وقال يعني صلاة بيتك خير يعني صلاة المرأة في بيتها خير لها من يعني من 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 بيت من مسجد وصلاتها. نعم. في حجرتها خير لها من بيتها. نعم. يعني شوف حتى في حجرة يعني غرفة النوم أفضل لها من البيت. نعم. نعم. سؤال من الأخ أحمد من دبي يقول ما حكم الصلاة جلوسا في الطائرة؟ الصلاة في الطائرة إما نافلة وإما فريضة. نعم. فإن كانت نافلة فصلي جالسا على الطائرة. نعم. أو حتى بالسيارة أو يعني فلا بأس نافلة فالنافل. نعم. المتنفل يصلي قاعدا أو قائما أو حتى مستلقيا لا حرج عليه إذا احتاج إلى ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنفل على راحلته. نعم. أما الفريضة فالفريضة شرطها وركن من أركانها القيام والتوجه إلى القبلة. نعم. القيام والتوجه إلى القبلة ركنان في الصلاة لا بد للقادر عليهما منهما. الله. نعم. تعالى يقول وقوموا لله قانتين. ويعني النبي عليه الصلاة والسلام حينما علم المسيء صلاة علمه كيف يصلي ومن ذلك أن يقوم وأن يستقبل القبلة وأن فإذا كان يصلي الفريضة فخذ مكانه يعني استأذن من طاقم الطائرة وصلي الفريضة سفر قصرا. نعم. المغرب يعني الظهر أو العصر أو العشاء قصر ركعتين وترجع بعد ذلك تتنفل. نعم. تتجه إلى القبلة وتصلي. فإن صليت الفريضة أنت على الكرسي لأنك لم تجد كان في الدراجة السياحية مثلا لم يتمكن والطائرة ضيقة فصلي لحرمة الوقت ولكن تجب عليك الإعادة لعدم تحقق أركان الصلاة في صلاتك. نعم. نعم. نستقبل آخر اتصال من الأخ أبو فريد من دبي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم شيخ كيف الحال؟ السلام ورحمة الله. الحمد لله. تفضل أخوي. أخوي بس بغيت أسأل الشيخ عندي سؤال. نعم. في ناس مثلا إذا يكون عندهم حالة وفاة أو شيء بعدها من فترة طويلة ما يحضرون الأفراح والعزائم ما حكم ذلك يعني في هالشيء يعني. نعم. شكرا. شيخ إذا نجيب على السؤال على عجالة. نعم. لقرب انتهاء هذه نفسياتهم يا أخي ما يحضرون الأفراح لأنه ما زال في أسى ما زال في حزن لا تثريب عليهم هم أدرى بأنفسهم اعذروهم لأن هذا قد يكون مصاب موتور بأبيه أو بأمه أو بولده أو ما أشبه ذلك فاعذره التمس له عذر لعله ما استطاع أن يبدي حزنه في ذلك الاجتماع وفي محل الفرح وفي الأسى يعني فهو معذور لذلك لعل له عذرا وأنت تلومه لا. نعم. لا ينبغي. أيضا سؤال آخر. نعم. شيخ يقول إذا اقترض من شخص مبلغ هل يجوز أن أهديه زيادة فوق المبلغ كنوع من الشكر على وقوفه معي رغم أنه لم يطلب هذه الهدية؟ هذا من حسن القضاء. نعم. يعني اقترضت منه ألفا فأرجعت له الألف. نعم. وأعطيته برشيش يعني. نعم. هدية 200-300 أما أشبه ذلك. نعم. لم يكن ذلك مشروطا عند القرض إذا كان ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم أحسنكم قضاء. هذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم وبعضهم يقول لا تعطيه زيادة على من نوع ما أقرضك دراهم لا تعطيه زيادة أعطيه. نعم. هدية أخرى هذا لكن هذا رأي وذاك رأي آخر ولا حرج فهو عموم قولي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اقبل الله فالله لا يعني قال اعطوه قالوا لم نجد إلا قلوص خيار الرباعية قال اعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. نعم. جزاك الله فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد على هذه الإجابات المفيدة للمستمعين. إذن مشاهدين الأعزاء وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج نفحات والتي كانت حافلة بالأسئلة والإجابات المفيدة للجميع. نود أن نشكر فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد كبير المفتين ومدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على الإضافة التي قدمها في هذه الحلقة. نأمل أن تكون الحلقة أضافت لكم شيئا إيجابيا مشاهدينا على أمل أن نلتقي بكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحياتي وتحيات أسرة البرنامج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.